السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو اختبار الجوج ديال ليسان الاخرين اللي خاصين بالمسرحيه ديال اونتيغون اللي هما لاسان 20 ولاسان 21. ديجا حطيت لكم اختبارات في لي زوطخ سين وبقاو ليا هاد جوج ديال المشاهد الاخرين هما اللي غادي ندير لكم في هاد الفيديو. نتمنى انكم تكونوا كتجاوبوا على الاغلبيه ديال الاسئله وتكونوا كتستافدوا من جميع الفيديوهات اللي كنلوح، وما تنساوش تدعوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين. ونبداو على بركة الله الاختبار ديالنا. لو ميساجي انونس ا كريون لامور دو سا فام اوريديس. لو ميساجي هو اللي جا باش يخبر كريون لو روا دو تي بالموت ديال الزوجه ديالو اللي هي اوريديس. حنا عارفين ان لو ميساجي عنده دور واحد هو يعلن لنا الموت ديال اونتيغون وديال ايمو. اما الموت ديال اوريديس ماشي لو ميساجي اللي غيعلم به كريون وليني لوكا، اذا هنا غادي نديرو فو فبلاصة لو ميساجي خاص يكون عندنا لوكور. لا غين سي سويسيدي او بخي دو كادافر دو سون فيس. لا غين اللي هي اوريديس انتحرت وفيس قرب الجثة ديال الابن ديالها ايمو. هاد المعلومة هادي خاطئة، غادي نديرو فو. À la fin de la pièce, Crayon reste tout seul. في الاخر ديال المسرحيه ديالنا كريون بقى بوحدو. هاد المعلومه هادي صحيح، حيت ماتت ليه مرتو، مات ليه ولدو، حتى بنت اختو. اذا هنا غادي نديرو فغي. اوريديس سي سويسيدي دون سا شومبر ديمودي. اوريديس ما انتحرتش حدا الجثه ديال ولدها، ولكن انتحرت في البيت ديالها اللي زعما ديمودي وما بقاش داكشي على مود. اذا هاد المعلومه صحيحه، غادي نديرو هنا فغي، يعني انتحرت في القصر ديال تيب. كريو ناريف با افرونتي لا في ابري لا مور دو سون فيس اي دو سا فام. كريو يعني مبقاش قادر نهائيا يعني يعيش ولا يواجه الحياه من بعد ما مات ليه ولدو والزوجه ديالو. هاد المعلومه هادي خاطئه، يعني كريو غيواجه الحياه وغيواجه هاد الحزن اللي عنده ويكمل الحكم ديالو على تيب. اذا هنا غادي نديرو فو. ابري لا مور دو انتيغون تو رونتر دور لوغدغ، يعني من بعد ما ماتت اونتيغون كلشي تم السيطرة عليه، يعني كل ما كريون ما طبقش القانون على اونتيغون حتى واحد من تاب ما غيبقى يتسنط ليه، وغادي تنوض واحد المظاهرات والروينة كحلة. ولكن مادام ماتت اونتيغون إلا وكريون باقي مسيطر على تاب، إذا هاد المعلومة هادي صحيحة، غادي نديرو فغي. لي غارد كونتيني ا جوي او كارت سون بريتي اتونسيون ا سو كي لي زونتور. لي غارد اللي هما ثلاثة كملوا اللعب ديال الكارطة ديالهم بلا ما ينتبهوا ولا يردوا ولا يتسوقوا داكشي اللي داير بهم، يعني دوك الاشخاص اللي ماتوا، يعني يموت اللي يموت ويحيا اللي يحيا. لي غارد ما مسوقينش، وهاد المعلومة صحيحة، غادي نديرو فغي. لو كور انترفيان بوغ انونسي لا فان دو لا بيس. لو كور جا عندنا باش يعلن لينا ان صافي المسرحيه ديال اونتيغون راه سالات وكاع الشخصيات اللي خاصهم يموتوا راه ماتوا. اذا هنا غادي نديرو فغي. اسمان ايتي توي بار لي غارد. اسمان قتلوها لي غارد في الاخر تاع المسرحيه، وهاد المعلومه هادي خاطئه، غادي نديرو فو. كريون دوفيان كومبليتمون افخوندي. كريون في الاخر يعني ولا منهك بزاف ولا عيان بكثره الاحداث اللي وقعوا ليه، وهاد المعلومه هادي صحيحه، غادي نديرو فغي. كان هذا هو اخر سؤال ديال هاد ليسان الاخرين ديال المسرحيه ديال اونتيغون. نتمنى انكم تستافدوا، نتمنى انكم تدعوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره، والى اللقاء الى فيديوهات مقبله ان شاء الله والى معلومات جديده.